السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي، مرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله جبتكم حاجة خفيفة باش تقهوا بها، سهلة جدا، سيغتو رانا في لي فاكونس وكل شيء، وأيضا تلبية لطلب الأخت ريد كاربل المشتركة معايا في القناة على لي بني. لي بني اليوم جبتهم لكم بطريقة اقتصادية سريعة جدا سهلة، وبكل اختمار تاعهم في بضع دقائق، يعني ما ديباسوناش ربع ساعة. وهاد لي بني إن شاء الله يكونوا مختامرين ونطيبوهم، وإن شاء الله 25 دقيقة حتى 30 دقيقة يكونوا جاهزين في المائدة تاعكم. بدون إطالة نبدأ على بركة الله. أول شيء هنايا في الغيسيبيون تاعي نحط قشور حبة ليمون، ولكم حرية الاختيار في اختيار النكهة. معها حبة بيض، حطيت حبة بيض كاملة. والآن راح نضيف 3 ملاعق كبيرة من السكر، ونضيف معها أيضا 3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي العادي. الآن هنايا راح ندي كاس من الحليب الدافئ، وهنا الكاس تاعي يوزن 200 مللتر، لكن ما غاديش نحطه كليا، نخلي فيه ربع الكمية. غادي نحط فيها ملعقة كبيرة من خميرة الخبز أو الخميرة الفورية، نخليها تتفاعل على جنب. وهنايا نواصل الخفق حتى تمزج لي كل المكونات، ومن بعد نضيف هذيك الخميرة اللي حليتها في الحليب، وأيضا نمزج المكونات بهذا الشكل. والان نضيف الدقيق اللي هو الفرينه او الدقيق الابيض، الكوب الاول ونغربله، لازم تغربلوه لتصير صورنا في البرد والمشتى. غادي تدير لكم كويرات هذيك الفرينه، ونضيف الثاني ايضا بنفس الطريقه، ونمزج جيدا. في بادئ الامر نكونوا غير بالفوي ولا المضرب اليدوي. والان راح نضيف في الكاس الثالث معه نصف ملعقه من الخميره الكيميائيه الخاصه بالحلويات. وهنا باستعمال اليد راح نجمعوا هذه العجينه حتى نتحصلوا على القوام المراد، لكن هنا ما غاديش تجمع لي في 3 كيسان، ندخلوا غير المكونات. كل مره نحطوا كاس تاع فرينه ندخلوا المكونات. راح نضيف الكاس الرابع لكن على دفعات باش ما تغلبنيش الفرينه وتصبح لي هذه العجينه ناشفه بزاف. نحطوا على دفعات ونبدأ نجمعوا حتى تصير لي عجينه رطبه وتكون قليلا نوعا ما تلتصق في الايادي. انا راح نقلعها من هذا الغيسيبيون هذا اللي راني نعجن فيه، ونحطها على طاوله العمل، ورشها هذه طاوله العمل بالدقيق الابيض اللي هو الفرينه باش تساعدني، وندلكها غير شويه بيديا، ما غاديش نعجنوها زعما عجين قوي ولا، نعجنوها غير شويه باش هذيك المكونات تدخل في بعضها البعض. ومن بعد هنايا تحصلوا على عجينه طريه رطبه. وكما قلت لكم لاستيس تاع هذا البنيه لازم تحسوا هكا داك واحد الالتصاق صغير هكا بين الاصابع مع العجينه. هنايا اخواتي كما راكم تشوفوا صايي لميتها وكملت الكاس الرابع تماما. راح نحطها في الاناء اللي عجنت فيه ونكون رشتها بشويه الفرينه، وهنا نخلوها ترتاح 5 دقائق فقط، ونغطوها بالسربيته ولا منشفه مطبخ تكون نقيه. 5 دقائق فقط باش ترتاح لي العجينه. وهنايا بعد اللي ارتاحت لي راح نحل هذا العجين. ناخذ اول شيء القليل منه ولا نصف العجينه، نحلها على طاوله العمل مرشوشه بالفرينه، وايضا فوق العجينه نرشها بشويه تاع دقيق لانها تلتصق كما قلت لكم نوعا ما بالايادي. هكا نحلوها على السمك يكون شويه غلات باش يجيكم هذاك البني ملحم، ما ترقوهاش حتى تبان لكم سطح العمل ولا لا، خلوها شويه مرفده بهذه الطريقه اللي غنوريها لكم، بهذا السمك اللي غادي نوريها لكم. وتحطوها فوق منشفه، كل ما تقطعوا تجيبوا هنايا الطابع دائري ولا مربع اللي بغيتوا، ولا حتى مستطيل اللي بغيتوه. تحطوها كل ما تقولوا الحبه تاع البنيه حطوهم فوق السربيته ولا فوق المنشفه، زيدوا غطوهم منشفه اخرى باش يقعدوا محافظين على الرطوبه تاعهم. والان غادي نخليهم يخمروا هنايا 10 دقائق فقط، ومن بعد في هاد 10 دقائق نكون وجدت المقله تاعي ندير فيها الزيت، ونخليها تحمى على نار هادئه جدا باش تسخن لغايه، ينقلوا على زيت يكون ساخن جدا. هادي تاني سر باش ينقلى فيه لي بنيه، ما تحطوش في الزيت يكون بارد، لازم الزيت يكون ساخن جدا والنار تكون متوسطه باش يطيبوا لنا من الداخل ومن برا. الان بعد اللي كملت كل كميه لي بنيه وارتاحوا لمده 10 دقائق، الان غادي نبدا نقلي فيهم، ونبدو دائما بالحبات الاولى اللي قطعناهم. هنا في مقلاه فيها الزيت لازم يكون ساخن، عاود نكرر لكم هذه الملاحظه، ساخن جدا والنار تكون متوسطه. تحطوا فيه الحبات تاع البنيه وما تقويش عليهم النار باش يطيبوا لنا من الداخل ويعطونا هذاك اللون الشباب وما يجوناش الداخل معجنين. هنايا تبداو تحطوا في الحبات تاعكم كما راكم تشوفوا راهم ينتفخوا، وباستعمال الملعقه قصوا عليهم شويه تاع الزيت وخلوهم هكا ينتفخوا،
ومن بعد قلبوهم على الجهتين، كي تنتفخ قلبوها على الجهه الزاوجه وخلوها تاخذ اللون الذهبي. فهاد الحين كيطيب لكم وتدي لكم اللون الذهبي هذاك الشباب، حطوها في طبسي ولا في صحن فيه ورق ماس للزيت، ومن بعد ان شاء الله نتقابلوا كيفاش نزينوها. على بركه الله اخواتي. هنا بعد اللي كملت كل كميه لبينيه وقليتهم، راكم تشوفوا ما شاء الله الكميه راهي وفيره جدا. بهذيك الحبه تاع البيض والكاس تاع الحليب عطاتنا كميه ما شاء الله. غادي نزينوها بالطريقه التقليديه العاديه تاع لبينيه، اننا غادي نرمضوهم في السكر المبلور العادي، يجوا ما شاء الله ويجوا يشهوا ها هما. وكما تقدروا تزينوهم ديروا لهم حشوه بالمربى كما راكم تشوفوا، راني موجده المربى على جهه، وتقدروا ايضا ديروا لهم حشوه بشوكولاته الدهن اللي تخيروها نتوما وتفضلوها نتوما في لولادكم ولانفسكم اكيد، وتاكلوها ان شاء الله بالصحه والهنا. ونتمنى لكم تجربوا هذه البنيه وتردوا عليا في التعاليق، وما تنسونيش بدعواتكم الخالصه. استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.